في مدينة دمشق. سلام، مساء الخير سيدي. مساء الخير أخي الكريم. تحياتي، أرجو أن ترفع صوتك قليلا سيد سلام. سلام، أطلعنا، ما هو الوضع عندكم سيدي في مدينة دمشق وآخر المستجدات على الساحة الميدانية إنسانيا وعسكريا؟ الهواء لك، تفضل. نعم أخي الكريم، ارتفع عدد الشهداء اليوم الأحد في سوريا إلى 72 شهيدا، نعم، بينهم 10 أطفال وثلاث سيدات، كما استيقظت العاصمة دمشق على أصوات انفجار سيارة مفخخة في الفحامة جانب حديد طلائع وسط العاصمة دمشق، نعم، حيث تلت كتاب الإحتلال الأسدي في الآونة الأخيرة القيام بهذه العمليات في قلب العاصمة دمشق. نعم، ولا تزال أحياء دمشق الجنوبية تتعرض لقصف عنيف، حيث تعرض حي العسالي إلى قصف عنيف برجمات الصواريخ، وتجدد القصف على أحياء التضامن والحجر الأسود بالتزامن مع حدوث اشتباكات بين أبطال الجيش الحر، نعم، وكتائب الاحتلال الأسدي، وتواصل عنيف على مدينة دارية، نعم، وقد لوحظ اليوم آثار مواد غازية سامة في البلدة، نعم، بما يدل على أن نظام الأسد بدأ باستخدام الأسلحة محرمة دوليا. في أي بلدة سيد سلام؟ أي بلدة تحديدا لو تكرمت سيدي؟ في بلدة دارية أخي الكريم. دارية، نعم 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 حتى جثث الشهداء وجد عليها آثار غريبة. وفي المعظمية الشام، مع تجدد القصف العنيف والعشوائي، سقط 7 شهداء وعشرات الجرحى، وذلك بالتزامن مع اغلاق المداخل الرئيسيه لعاصمه دمشق، نعم، جهه استاد درعا الدولي لتجديد الخناق والحصار على الاحياء الجنوبيه. وشهدت مدينه حرسته تحليق طيران مروحي في سماء المدينه بالتزامن مع اسقاط قصف المدفعي والصاروخي على احياء متفرقه منها، واستمرار اشتباكات بين الجيش الحر وقوات الاسد في معظم الغوطه الشرقيه. نعم، استمر الاشتباكات بين الجيشين الحر والاسدي في حي القدم، تمكن أبطالنا من تكبير خسائر، حيث استطاع الجيش الحر من تدمير 4 دبابات وقتل عدد كبير من جنود الأسد وشبيحته. وقام أبطال الجيش الحر على الجبهة الغربية لمدينة المعظمية بتدمير دبابتين وتفجير ميكرو مليء بالشبيحة وقتل عدد كبير من عناصر كتائب الأسد، وتمكن أبطالنا بالزبداني بعطب مدرعتين وحرق أخرى بالكامل. وما زال الجيش الحر باشتراك مع عدد كتائب عاملة بالغوطة الشرقية، منها لواء شهداء دوما ولواء درع العاصمة وكتيبة قطوان بدر، ولليوم الرابع على التوالي يخوضون معارك طاحنة، نعم، مع جيش الحر ضمن أكبر عملية يخوضها الجيش الحر في الغوطة الشرقية، نعم، ليحقق الجيش الحر تقدما ملحوظا على الخطوط الدفاعية شكرا سلام محمد عضو شبكة شام، أكتفي معك.